وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله في ثالث يوم من ايام العيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم بالخير واليمن والبركات. هنعمل وصفه حلويات شرقيه اللي هي المفروكه، وبرده هنشكلها بشكل من الاشكال المصريه. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل المفروكه مع بعض. أهلاً وسهلاً بيكم. نعمل وصفة المفروكة. المقادير بالنسبة عندنا 100 جرام سميد، 25 جرام زبدة، 250 جرام حليب، 200 جرام سكر، و 200 جرام فستق مطحون. بالنسبة للزواق هيبقى عندنا أنواع من الشوكولات ميلت، هنستخدمها في عمل أشكال مصرية. أول حاجة هنعملها هنحط الزبدة في الحلة على النار، أول الزبدة ما تسيح هنحط السميد، هنحمر السميد لحد ما يبقى لونه ذهبي، لا فاتح قوي ولا غامق قوي، يعني قمحي كده. أول السميد ما يتحمر هنضيف له السكر ونفضل نقلب لحد السكر ما يدوب. اوكي، زي ما احنا شايفين اللون دلوقتي ابتدى يتغير. في المرحلة دي طبعا لازم نبتدي نقلب علشان اللون يبقى متساوي في السميد كله. دلوقتي هنضيف السكر. السكر برضو لأن درجة الحرارة دلوقتي عالية فالسكر هيدوب، وبرضو هيدي شوية كرملة. وأول ما نلاقي السكر ابتدى يدوب واللون أخذ لون ذهبي أكتر شوية، على طول هنزود اللبن. أول السميد ما يبتدي يتشرب باللبن، بعد كده هنضيف له الفستق ويبقى كده
خلصنا المفروك. ما ننساش طبعا درجة حرارة المفروكة دلوقتي عالية، فهتبان ان هي لسه سايلة شوية، لكن اول درجة الحرارة ما تبتدي تقل هتمسك نفسها. هنضيف الفستق وعلى حسب لون الفستق، ساعات لونه بيبقى خلاص حلو، وفي ساعات تانية بيبقى لونه على بني شوية كده. فلو لونه حلو خلاص نسيبه بالشكل ده، لو لقيناه غامق شوية أو يعني لونه مش أخضر قوي ممكن نزود له لون لو نحب. وهنفردها في صينية متغطية ب كلينج فيلم ونسيبها لحد ما تبرد وتتماسك علشان تبقى جاهزة. هجيب دي على جنب ودي انا مزودة لها لون اخضر لان عشان كده لونها مختلف شوية، لكن هي نفس الوصفة بالظبط. وده بيكون شكلها، وبعد الفاصل ان شاء الله نرجع ونزوقها مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. هنبتدي نزوق مع بعض المفروكة، وباذن الله هنعملها على شكل يعني مزرعة. انا جايبة شوية صور طبعاها علشان اعمل عليها تريسنج، يعني امشي على الصورة بحيث تطلع الاشكال مظبوطة. كل واحد طبعا الاشكال اللي انتوا عايزينها تعملوها. انا عامله شكل ساقيه وشكل جاموسه وبنوتات صغننين وكده يعني، فمش لازم نفس الاشكال. هنعمل الاشكال دي مع بعض. هحط الالوان في كلينج فيلم، هبتدي باللون الأصفر، هاخد منه شوية، هو أصفر غامق حبة. اوكي، ونخلي الباقي هنا. أنا مغطياهم عشان ما يبردوش بسرعة، ما غطيتش الأحمر، معلش. حط شوية من الأحمر عليه وهاخد برضو شوية بني صغيرين علشان نعمل الساقية. وزي ما احنا شايفين الساقية دي معمولة في الصورة، يعني معمولة من مش عارفة نوع من أنواع المعادن. فنعمل اللون بتاعها يكون في الأحمر وفي البني والأصفر. أوكي. أوكي. نبتدي نمشي على الساقية. وبعدين هنملى
وهنحاول كده نفصل شوية ما بينهم بحيث ان يبان اوكي كده. عملنا الساقية هنسيبها كده على جنب تنشف. دلوقتي ممكن نعمل خروف، نعمله أصفر لأن أنا ما عنديش أبيض. اوكي نبتدي نمشي على الصورة. اوكي هحتاج اصفر اكتر شوية وهحتاج اقص. نمشي عليه براحة خالص. وبعدين هنعمل راسه، هبقى احط له العينين والبق بعد كده بلون تاني. وادي ودن وادي الودن التانية. ده كده خروف. ممكن نعمل الجاموسة عشان هي اللي هتجر الساقية. ونسيحهم، نملى الفراغات كلها بالشكل ده. وممكن نحط عينين الخروف. دلوقتي ممكن نبتدي نعمل شجر. ناخد اللون الأخضر. Thank you.
عندنا لون البني جاهز نستعمله. همشي على النخلة. نسيب دي تنشف برضو. في شجرة تانية نمشي عليها. وبعدين هنجيب اللون البني ونعمل وممكن نحط لها شوية ورد. دي شجرة كمان. دلوقتي نحط بنوتات صغننين لابسين ألوان حلوة زي اللي دايما بيلبسوها. نحاول كده نستعمل نجيب ألوان تانية. كان عندي أحمر بس مش عارفة فين.
نكمل لهم اللبس بتاعهم. ده كده خلاص تجمد. انا بس عايزه اعمل وشهم و وعينيهم، ويبقى كده خلصنا البنات. وممكن بقى نحط كل الحاجات دي على المفروكه اللي حضرناها. خليني احط عينيهم الاول وبعد كده نعمل وشهم. وشهم بقى معلش هيبقى برتقاني، ما عنديش لون الوش. هنعمل لهم بقى بيضحكوا مبسوط عشان هما كده شكلهم زعلانين. اوكي هناخد نعمل لهم بقهم احمر كمان. ونحط كمان نظبط العينين بس الاول. وهنحط نقطة صفراء كده في العين عشان يبقوا تبقى عينيهم منورة. اوكي وكده خلصنا البنات دول كمان. متهيألي مبدئيا كفايه كده على الاشكال اللي هنحطها. هنبتدي بس نعمل شكل المزارع على المفروكه نفسها. زي ما احنا عارفين الأراضي كده بتبقى متقسمة.
طبعا ما فيش حاجه صفرة لوحدها كده، لازم احط لها شويه اخضر. نزود الأخضر وحط معاه بقية الأصفر ده وحاجة بسيطة خالص من الأحمر، ونبتدي نعمل نبتدي نحط الأشكال اللي رسمناها بالشوكولات ميلت أو بالكاندي ميلت على المفروكة. عندنا البنوتات، ممكن نعمل قطعة كده ونوقفهم. عندنا الساقية هنحطها ورا، نقطع لها حتة لأن طبعا الشوكولاتة دي بتجمد، يعني المفروكة نفسها لسه طرية بس الشوكولاتة هي اللي مسكت. اوكي، اجيب الباقي من الثلاجة. عندنا الخروف، ممكن نحطه هنا مثلا. عندنا الشجرة، نحطها وراء البنوتات. هنحط الجاموسة طبعا جنب الساقية. والنخلة هعملها بقى نخلة قصيرة لأن هي مش كاملة. الجزع بتاعها لسه طري. وبكده نكون عملنا صورة من صور فلاحين مصر، أجمل أماكن الطبيعة فيها جميلة وناسها طيبين، ويا رب يكون عجبكم. وبكده نكون خلصنا ثالث يوم من أيام العيد مع حلو المفروكة اللي شكلناه على طريقة الغيط المصري، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله إن شاء الله.